انتي تحبين الرياضة صح؟ أحلى رياضة. انتي؟ أنا مركزة حالي، مركزة حالي. الله عليك. جربته هلا ما بعرف كيف حطبخ. تقدرين تطبخينه؟ كسر الدنيا. اوكي. I make fire. السلام عليكم طيبين، انا خليفة الهارون معروف كمستر كيو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من تحدي الطبخ. طبعا اليوم احنا بنكتشف اذا المتحدين الناس اللي بينافسون بعض عندهم القدرة ان يبيضون الوجه، وطبعا خلف الكواليس احنا عندنا الشيف بو علي من بالهمبار. فخلوني ادش المطبخ وبنتكلم شوي اكثر وبنتعرف على الناس اللي بينافسون بعض، تعالوا معايا. ولا تنسون بلدنا في قلب كل وصفة. انزين خلينا نرحب في جويل حياك المطبخ، وامل حياك. هلو هلو، شلونك؟ اخبارك؟ جود الحمد لله. شخبارك انت؟ مرتاح ان شاء الله؟ الحمد لله الله يحفظك. انزين اولا لازم اقول لكم رمضان مبارك. مبارك عليك. انزين اليوم احنا بنطبخ طبعا طبخه صحيه، واعتقد ان يمكن هاي يكون مجالك لان انت تحبين الرياضه صح؟ قبل ما نبتدي شو نسوي؟ سكواتس؟ لا نعمل كلايمينج. نعمل كلايمينج شوية؟ فينا نعمل سكواتس. عاد إذا سوينا سكواتس ما حد بيشوفني يعني من وراء الطاولة. أوكي فهي تعرف ها؟ هي تفهم الرياضة وهي تركز على الصحة. صح. أنتي؟ أنا مركزة على حالي. مركزة على شنو؟ مركزة على حالي. مركزة على حالي عشان نشوف شو حيطلع معي ان شاء الله خير. بس امل مرتبكه ان شاء الله خير. انا واثق منكم واعتقد ان انتم بتسوون شغل عدل. فطبعا احنا بنتعرف عليكم بعد شوي، ولكن في البدايه بغيت اقول لكم شنو القوانين. خبرنا عن القوانين. رول نمبر 1، اولا عندكم 30 دقيقه. رول نمبر 2، عندكم الكرت الاخضر، معناته تقدرون تتصلون في حد من المساعده او تقدرون تتصلون في الشيف. اوكي انزين. رول نمبر 3، ما تقدرون تساعدون بعض لان هاي تحدي. اي بالضبط. اي هاي انا بشوف الحركات. انزين بالملعقه حاجه بالملعقه شيء سيوف جاهزين. اي مو بسيوف، شوكات. انزين الرول الاخير. اوكي انا موجود علشان اتكلم معاكم وادرجك واسولف، بس انا مو موجود علشان اساعدكم. اذا انا ما حكي معكم هلا. لا ما حكي. والله اذا احنا كلنا ساكتين يعني بيكون ممل البرنامج، ممل بس ها مساعده يمكن تجي من تحت الطاوله شيء يعني تعرفين ملعقه شيء اعطيك. اوكي هاي المفروض يساعدني انا. المفروض ما شاء الله خلاص طلعت انا طباخ هلا طبعا. انزين خلوني اراويكم الوجبات اللي احنا عندنا. انزين الوجبه الاولى ابيكم تركزون. اوكي ما بقول لكم طبعا شنو داخل الوجبه، ولكن احنا عندنا عده اشياء. تمام. الاشياء المهمه على الطاوله. وطبعا عندنا الوجبه الثانيه على اليمين. اوكي فشو تشوفون؟ خلوني هاي بس اجيب الاكل، بقرب الاكل. الله 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 الله. انت من وين؟ لبنان. انزين بتعرفين طبعا اللي موجود على الطاوله كمان. انزين شو تشوفون؟ تشيز، فتة تشيز صح؟ يا عيني أمل يا عيني. فتة. أنت تشوفين فتة بعد؟ أوكي إنزين. يا فتاة إنزين. لا إنزين. لا حلوم حلوم حلوم. حلوم. فهمتي ليش أنا تكلمت عن لبنان؟ أوكي إنزين. نيكست. طبعاً خيار طماطم obvious. أنا أكثر شيء خايفة منهم اللي عم شوفه هلا هو الإيج بلانت. الإيج بلانت. حسيت يا أمل. شو تشوفون مني؟ eggplant جوات تشيز وفيها تشيز فتا تشيز مع زيت زيتون معه بس اللبنانيين. طبعا تقدرون تذوقون الاكل، بس قبل ما تذوقون الاكل get set go. جربوا الاكل. تايم نسيت التايم. wait let me just put this. المفروض ما اساعدك بس يلا 30 دقيقة. لا شوية روح رياضية. هلا بودي عندي. الله يرضى يسلمك حبيبي. امورنا تمام. والله شوف الطبق من المطبخ اللبناني وما شاء الله عليها الاخت جويل جابت يعني المصطلحات بالضبط. ايج بلانت امل يمكن مدخل عليها موضوع الفتة تشيز راح تضيع على بس بس بيدعون اثنين هذا الحوار احكي لكم ثانك يو. يمكن بس الخلطه السريه مالتنا بعدين بتشوفون شو بيسوي خليفه. نطبخ هذا كل واحد لحاله، هذا للشرف. الله يستر الله يستر. نص انت تطبخي انا بطبخها. اوكي والله جود ايديا صح. حاليا بس تذوق عندهم الخوات.
You're here to taste. زين هلو. I'm not here to taste. I'm here to observe. 60 ولا بيقترب عندها الطبق. طعم حلو. حلو. ما جربت الأكلات عدل أنا. جربتي؟ جربته حبيت صراحة. أوكي. الله عليك الله عليك مع بلدنا. هلا ما بعرف كيف حطبخ. من أهم الأشياء الشيف أبو علي يقول قبل ما نطبخ لازم نذوق. نذوق. صح. فمتأكدة. ممكن تشيز بس بوسه بسيطه صح. اوكي ها خلاص فهمتي تعتقدين انت تعرفين يعني شنو داخل الطبخه تقدرين تطبخينه كسر الدنيا اوكي ما شاء الله يلا ترى انتوا حلو احنا بدينا ترى في الوقت ها انتوا جربتوا انا خسرت وقتكم لعلمكم انا قاعد اخسر وقتكم انا قلت لكم انا مو موجود عشان اساعد موجود علشان تشوف مين اللي بيفوز خلي خلي انا خلاص انا ساعدكم ها هاي في جلاس هون عندها تكنيك في جلاس طبعا في جلاس كل شيء موجود في المطبخ هاي انا كمل بحط الطبخ عندي شيء الغاز جود اي ميك فاير ليت ذير بي فاير اي ميك فاير اه لحظه اه الو خليفه شيف شيف امورهم طيبه لحد الان ماشيين صح بس لازم يعجلون في الفراينج انتم ماشيين صح بت فراي فاستر اوكي اوكي يلا موفق اوكي اوكي عندكم الكرت الاخضر اذا تبون مساعده تبون الكرت الاخضر تتصلين في مين عاد قبل ما تتصلين مش مجاوزه بالشيف الو مرحبا جويل مرحبا شيف الباذنجان بس عم بقليها لازم احط لها زيت ايه او لا ابدا شغلك منيح واستمري عليه الفته في بقلبها باستو يا عيني عليك يا عيني عليك باي باي لا يبا انا ما عندي الكرت واحد عيني عليها برضه خلاص استعمل الو شيف خليفه ابو الحلول حبيبي باقي 10 دقائق حبيبي 10 دقائق توكل على الله شيف ولا 10 minutes to go we got 10 minutes to go في عندي اقتراح انا الجرين كارد لسه ما استخدمته ارن عليه يزيدنا فايف تقدرين تكلمين شيف تبين تكلمين شيف نساعد امل يلا نساعدها تستاهل هيا تبدا خمس دقائق تعالي كلمي الشيف مرحبا امل مرحبا شيف كيفك اهلين الله يرضى عليك لساتني بالبداية ففيك تزيدنا 5 minutes extra 5 minutes extra أو at least يعني 3 minutes يعني زين زين روحي كملي لاتش مني دقيقتين ونص يلا اوكي ثانك يو يلا الو شيف بدعي 30 ثانية وانا عندك ان شاء الله اوكي 30 ثانية توكل على الله يلا توكلنا جاهزين جاهزين Are you ready جاهزين جاهزين ما شاء الله شف. ما شاء الله حياك. ما شاء الله يبقيك طبعا كم دقيقه ضيفه بالما يجي الشيف شفت الشيف الشيف ما وصل تعبوا وايد الصراحه حلو كل شيء يطلع منكم حلو ما شاء الله اثنينهم طيبين مكانه زين طعمه زين ديكوريشن ماله حلو حلو ما تعرف شو تقول شيف يرجع لك اوكي ايش رايك اول مره ايش رايك نخسرهم اثنينهم برم 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 والله العظيم يعني قصدك تعادل تعادل توكل على الله صراحه لا تزعلون من القرار اللي اتخذناه ابدا بالعكس والله اثنينكم فايزين والله اثنينكم فايزين والله مبروكين أول مرة الشيف قدر إنه يختار اثنين عشان يفوزون في هالبرنامج يعني يستاهلون ما قصروا في حق الطبخة طلعوها أطيب مني حنفتح مطعم والله العظيم بدون مجاملة طيب طلعوها أطيب مني مطعم بكرة أهلا وسهلا شيلي لي بس الإيك بلانت وأنا معك الزين الغاليين فإن شاء الله أنتم حبيتوا الحلقة وطبعاً أنتم شفتوا إن اثنيناتهم فازوا هالمرة وأبيكم تتابعون الحلقات الجاية ولا تنسون مع بلدنا في قلب كل وصفة أوكي شكراً مع السلامة تقبرني شو بحبك